أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة الناس إلى التوحيد. بعد أن بين الله تبارك وتعالى لنا أوضاع المؤمنين وأوصافهم في آيات قليلة، 5 آيات تقريبا، والكافرين في 3 آيات، والمنافقين في 13 آية، بعد أن بين الله لنا ذلك وضرب الأمثال للمنافقين لأنهم أشد خطورة في المجتمع الإسلامي من الكافرين الذين يعلنون كفرهم، ولذلك أكثر ما يزعج المنافقين عندما يقول لهم المؤمنون أنتم كافرون. المؤمنون الخلص الذين يفقهون الإيمان والكفر، أما المنافقون مثلهم عندما يقول لهم أنتم منافقون أو أنتم كافرون يسرون لذلك لأنهم يعلمون أنهم على مثل حال هؤلاء المنافقين والعياذ بالله تعالى. إنما يزعجهم قول المؤمنين الخلص لهم أنكم كافرون، فهم يريدون أن يذجلوا على المؤمنين. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى لنا ذلك تأتي الآية لتدعو الناس جميعا إلى توحيد الخالق تبارك وتعالى، فيقول الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا، مؤمنيهم وكافريهم ومنافقيهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا، أي للمؤمنين والكفار. المؤمنين معروفين، هذا فريق الكفار. طيب والمنافقين؟ قال المنافقين أكثر من الكفار، الصنف الكفار والمنافقين كلهم يعتبروا كفار، ولكن المنافقون يتظاهرون بالإيمان وهم كفار مثل غيرهم، وهم أشد خطرا في المجتمع الإسلامي. فيقول الله تبارك وتعالى لهم اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، كما قال ابن عباس. ابن عباس يقول اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. هنا أيها الإخوة نريد أن نفصل أمرا مهما جدا. كثير من الناس يعبدون غير الله ويظنون أنهم مؤمنين مسلمين. ماذا يفعلون؟ الله بده الصلاة صلينا له خلاص. لا يا أخي، يظن بعض الناس أنه طالما لم يصلي لغير الله فهو إذن يصلي لله وهو مؤمن، وحتى إذا كان ما بصلي بقول لك شيء في القلب، أنا قلبي بحب الله والرسول، روح أفيد الله والنبي خلاص انتهى الدين. لا يا أخي، الأديان السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ليدعو الناس إليها أساسها وهدفها دعوة الناس إلى التحرير، تحرير الناس من العبودية للمخلوق وجعلهم عبيدا للخالق. شيطان الإنس والجن، هل ترى أن الناس يصلون له؟ قليل من الجهلة. عندنا في شرق سوريا، بين في جبل سنجار بين سوريا والعراق، في هناك أناس يدعون أنهم عبدة الشيطان يزيدية ما أدري إيش، فهؤلاء يعني يزعمون أن هناك إله للخير وإله للشر، إله الشر هو الشيطان وإله الخير هو الله، والله غفور رحيم، أما الشيطان خبيث، ولذلك يطيعون الشيطان ويتركون طاعة الله. هذه فلسفتهم والعياذ بالله تعالى. هؤلاء قلة من الناس، جهلة، يسخر منهم ويضحك عليهم زعماؤهم الذين يتسلطون عليهم ويزعمون أن الشيطان طاووس الملائكة، ويأتون لهم بطاووس
ويجبون منهم الأموال فيتسلطون على أشخاصهم وعلى أموالهم. الأديان السماوية جاءت من الله رحمة للإنسان ليحرره الله من العبودية للعبيد ويجعله عبدا خالصا له، لأن الإنسان لا بد أن يكون في نظام، في مجتمع يختلف الإنسان عن الحيوان. الحيوان طفولته قصيرة، من الحيوانات طفولته أسبوع يرضع من أمه ثم ينطلق فيؤمن نفسه، من الحيوانات طفولته وصغره أشهر، منهم سنة ثم يستغني عن أمه وعن والديه ويسعى لرزقه وكسبه. ثم إن الحيوانات كلها عندما تلد أبنائها تجلس الأم ويزحف الولد ويبحث عن ثدي أمه فيرضى ويستغني، إلا الإنسان فهو أضعف المخلوقات، يحتاج إلى أمه لترفعه إلى ثديها، وقبل أن ترفعه إلى ثديها يحتاج إلى أمه كي تخيط له الثياب وما يبعده عن برد الشتاء وعن حر الصيف، ومن حين ما ينزل يغسل ويلف ويعتنى به وينظف، وترفعه الأم إلى ثديها، فإذا لم تلقمه الثدي يموت من الجوع، وإذا لم ترفع عنه قاذوراته يموت من القذر. الإنسان ضعيف، ولذلك سخر له الأبوين وجعل بينهما جاذبية كثيرة وقوية، لا من أجل أن يزدي الإنسان أو تزدي المرأة، لا، من أجل أن يتحمل بعضهما البعض حتى يقوما بالوظيفة التي خلقهم الله من أجلها للنسل، من أجل أن يستمر الناس ويكونوا مجتمعا صالحا. فطفولة الإنسان الطويلة تجعله بحاجة لأن يعيش في جماعة، أساس هذه الجماعة الأسرة، ومجموع الأسر التي تتشابك في قرابات بالخوألة والعمومة، مجموعة هذه الأسر تكون مجتمعا، ولا بد لهذا المجتمع من أسس ومن نظام. من الذي يضع النظام؟ المرأة هي التي تسيطر وتضع النظام، الرجل الذي يسيطر ووضع النظام ويظلم المرأة، الكبير العظيم الشيطان اللي بإيده السلاح، لا يا أخي لا. ربنا يقول ارفعوا أيديكم عن بعضكم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا، تعبدوا تطيعوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فعبادة الله طاعته التامة والتحرر من العبودية لغيره. ولذلك الشيطان، أتظنون أن الناس يسجون الشياطين؟ لا، الشيطان يوم القيامة كما قلت لكم في حلقة سابقة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، قلت لكم اعملوا كذا اعملوا كذا تسعدوا، نفذتوا، ما أجبرتكم، أنتم طلقتم إلى ذلك، أنتم اخترتم هذا، ولو أنكم أخلصتم لله ما استطعتم أن أغريكم ولا أن أمركم بشيء، والعياذ بالله تعالى، فتطيعونني فيه. فالطاعة لغير الله في معصية الله مع الاستحلال هي شرك بالله وخروج عن عبادة الله. ولذلك ابن عباس يفسر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، يعني أطيعوه، وحدوه، أطيعوا وحده. وهذا أعظم تكريم من الله للإنسان. ما هو هذا التكريم؟ أن حرره من العبودية لغيره وجعله الله عبدا له فقط. وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل عليه الكتاب وهو عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية لله شرف عظيم وتحرر كامل، والعبودية لغير الله ذل ومهانة. فدائما شياطين الإنس والجن تحاول أن تتسلط على الإنسان بشتى أنواع التسلط، تسلط على ماله، تسلط على شخصه، تسلط على عرضه، بشتى أنواع التسلط، بقدر ما يستطيعون من التسلط يتسلطون عليهم. ورب العزة أرسل الرسل ليحرر الإنسان من هذا السلطان. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون، أيها الناس جميعا، عندما وصل المسلمون في الحرب مع رستم إلى الفرس، أرسل قائد الجيش الإسلامي
رجلا عاديا وليس زعيما وعالما وفيلسوفا، لا، أرسله ليبلغهم دعوة الله، ليقول لهم لماذا جئنا إليكم. فسأله رستم، أرسل ربع بن عامر، قال رستم لربع بن عامر: ما الذي دعاكم إلى المجيء إلينا والولوع ببلادنا؟ لماذا جئتوا عندنا؟ فقال له ربعي: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، لأن الناس إذا كان عم فكروا الدنيا بس، هذا أخذوا هذا عطوا هذا وما حصلوا كل ما يرونه بالدنيا، خلاص انتهى. إذن الله ظالم، ناس بظلموا ناس بنظلموا، خلاص بموتوا انتهت المشكلة. لا، الدنيا ممر للآخرة وهناك الأجر العظيم في الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعته الآخرة. فقال أحد بعض قيادات الجيش في رستم، عندنا رستم، قال بعضهم لبعض: والله إن سفهاءنا، يعني الناس عندنا اللي قاتلوا معنا، والله لو فهموا كلام هذا الشخص لقاتلونا معهم. نعم، لو فهم العالم اليوم أن الإسلام تحرر من العبودية لغير الله لا أقبلوا جميعا على الإسلام، ولكنهم لا يفهمون ذلك، لأن سادتهم وقادتهم وآلهتهم المضللة لهم أعمتهم وأصمت آذانهم، فلا يسمعون من الدعايات إلا الكاذيب والأباطيل، ويعرفونهم الأمور منقلبة على رأسها على عقبها، فلا يدركون الحقائق، ولو أرادوا أن يدركوا لاستطاعوا أن يصلوا، لأن الحق واضح وموجود، والمؤمنون يدعون في كل وقت باللغة العربية وبغير العربية. ولكن مع الأسف، نسأل الله العافية، من أصر واختار طريق الكفر لا يمكن أن يرجع إلى الحق. فبعد أن بيّن الله تبارك وتعالى أوضاع البشر الثلاثة، الكفار والمؤمنون والكفار والمنافقون، طلب من الناس جميعا أن يوحدوا ربهم، أن يتحرروا من العبودية لغير الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أطيعوه وحده الذي خلقكم. ما الدليل على أن الطاعة لله؟ هيك بس نقول لك تروك طاعة فلان واتباع فلان، تروك عنتر والحق الزير. لا، الله هو الذي يستحق الطاعة فقط. لماذا؟ لأمور بينها لكم. اعبدوا ربكم، أول شيء لأنه ربكم، فهو الذي خلقكم وهو الذي يربيكم وينبيكم، فهو سيدكم، فالرب من السيادة والتربية أي التنمية. اللقمة التي نضعها في فمنا الله يسيرها ويقلبها إلى غذاء تتحرر بها الخلايا وتحرق هذه الأغذية ليتكون منها القوة الحركية والقوة الحرارية والنمو. الذي فعل ذلك هو الله، فهو يربيكم وينميكم لأنه ربكم، وهو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، أوجدكم على غير مثال سابق، خلقكم كما يريد، خلق كأنت ذكرا وأنت أنثى، خلق فلانا طويلا وفلانا قصيرا. إذا ما عجبه يطح راسه بالحيط، ربه هو الذي خلقه. فالذي خلقكم على غير مثال سابق وخلق أجدادكم، حتى ما تقولوا والله نحن مطيع الآباء والأجداد ولو كانوا على خطأ، لا، وخلق آباءكم وأجدادكم أيضا، فالطاعة له وحده وليست لغيره. وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الأرض فراش أي ممهد كالفراش، مع أنها كروية ومستقرة، تبنون عليها وتعيشون وتطيرون وتنزلون وتهبطون وتسيرون وتركبون، فتجدونها مستقرة وهي تسبح في الفضاء وكلهم في فلك يسبحون. من الذي جعل هذه الأرض قرارا؟ الله تبارك وتعالى. وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا أي كالفراش موحد مستقر لكم، مع أنها كروية، والسماء بناء، جعل السماء بناء محكم، ما في شقوق، ما في أشياء مخربة، ما في نجم يخبط بنجم، لو خبط نجم بنجم وأصاب الكرة الأرضية جزء من هذا النجم لطارت الكرة الأرضية عن مسارها. فالسماء بناء محكم كالقبة فوقكم، والسماء بناء، وأخرج وأنزل من السماء ماء، من جهة السماء أنزل المطر الذي تعرفون بتجاربكم أنه يتبخر من ماء البحر. من الذي بخره؟ الله الذي
خلق قانون التبخر، حتى في البرودة يتبخر الماء، وقانون الكثافة، فجعل الله البخار أخف من الهواء فيصعد إلى الأعلى، فعندما يصعد إلى الأعلى تسيره الرياح، تثير رياح السحاب فيصل إلى المناطق التي يريد الله بها إنزاله، فيكون فيها درجة حرارة معينة يبرد ويحطل أمطار أو يحطل برد أو ثلج أو كما يريد الله تبارك وتعالى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن أنتم لا ترزقون أنفسكم، لأن بعض الناس يعبد المخلوق لأنه بيعطي مال وبهذا المال يشتري لا يا أخي، ليس هذا المال هو الرزق، هذا المال هو وسيلة للرزق، ولولا أن هذا الشخص أخذه بطريق غير حلال لما أعطاك منه. مثل الانقلابيين في بلدنا البلدان، عندما تعطيهم دولة ثانية عميلة لليهود أو حمير اليهود، عندما تعطيهم المليارات من أجل أن ينقلبوا على شرعيتهم وعلى مجتمعهم ويخربوا المجتمع لمصلحة اليهود، لأن قتل المسلمين في شمال إسرائيل وفي جنوب إسرائيل الذين سموا أنفسهم دولة يهودية، قتلهم هو قتل نيابة عن اليهود ليس غير. الطفل الصغير يفقه هذا، ولكن هؤلاء المنافقون لا يفقهون، لأن ربهم غير الله، إلههم غير الله، فيطلب منهم الله أن يوحدوه وأن يطيعوه ولا يطيع معه أحد. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. أنت ليس المال هو الذي تستفيد منه، ربما تأخذ المال ولا تستفيد منه، الله هو الذي خلق الرزق وخلقك وجعلك تستفيد منه. أحد الأشخاص كان يأكل عنب، فوضع العنب في فمه وجاء ليمضغها فذهبت إلى حلقه، فسعل طارت العنب إلى الأمام، مرديك من الدجاج فالتهمها، بلع العنب وتماشي. فهذه العنبة ليست نصيبه، نصيب الدجاج رزق الدجاج وليست رزقه. فيظن الإنسان أنه فلان أعطى مال يعني رزقه، لا، الذي يرزق حقيقة هو الذي يخرج لك ما تحتاج إليه أيها الإنسان من غذاء وكساء وأمور تعيش فيها في هذا الكون، والخالق لها كلها الله تبارك وتعالى. إذن الله هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا إن كنتم تعلمون ذلك، فكروا أين عقولكم طمست، فكروا، الذي جعل لكم ذلك كله هو ربكم وخالقكم وجعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء وأخرج لكم الرزق هو الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد الند المثيل، مثيل بإيش؟ يعني بقول ساوي نتخذ الله ثاني ونعبده؟ لا، تجعلون لله أندادا أي أمثالا في العبودية والطاعة، تطيعون غير الله كطاعة الله. فرعون يا إخواني، فرعون مصر عندما قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، يعني ما في معبود غيري، ما بصير تطيعوا الله، طائله صرح بهذا. فرعون القرن العشرين لا يصرح في هذا، ولكن يمنع الناس أن يعبدوا الله ويحتكموا لأمر الله، ويريد منهم أن يحتكموا إلى الطواغيت. ودائما كل ما مر حكم عسكري في البلاد الإسلامية يعتقل المسلمين ويضيق على المسلمين، وحتى يعني يظن أنه أباد الإسلام والمسلمين، وإذا بالإسلام يقوى والمسلمون يكثرون، رغم أنفه سيستقر الحق ويظهر نور الحق وهو لا يدري. مع الفارق أيضا بين فرعون مصر وفراعنة القرن العشرين، فرعون مصر صحيح صرح ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، ولكنه كان أشرف من فراعنة القرن العشرين، كان يشتغل لأهل مصر ويعمل لمصالح القبط، ويريد أن تبقى بني إسرائيل تخدم القبط، ويريد أن يتسلط على الناس لمصلحة أهل مصر الأقباط. ولكن فراعنة القرن العشرين مع الأسف يستعبدون الناس ليعبدوهم لغير الله، لليهود بشكل غير مباشر، أخزاهم الله ولعنهم الله على كفرهم، ذلك بأنهم قوم ولياذ بالله تعالى ضالون مضلون متسلطون. ولماذا يختار اليهود أذنابهم وحميرهم
لماذا يختارون الانقلابات العسكرية ويأتوا بإنسان عسكري لا يفقه ليسودوه؟ وذلك لأنهم يريدون أن يجعلوا السلطة بيد فرد ويستطيعون أن يتفاهموا مع الفرد ويجعلوه عميلا من عملائهم فيتظاهروا بأنه من المسلمين وينفذوا مخططاتهم. ولكن إذا كان هناك جماعة تشترك في حكم البلد بما يسمونه الديمقراطية، نحن نريد الديمقراطية فقط الاختيار الشعبي للحاكم وطريقة الحكم، ولكن الحكم نريده حكم الله تبارك وتعالى. فالكفار من أذناب اليهود لا يريدون ذلك، لأنهم لا يستطيعون أن يتفقوا مع كل هؤلاء المجموعات التي تختارهم الشعوب. كيف سيأتون بعملاء لهم؟ أشخاص عقولهم غيروها. كان بعض العلماء في حلب عندنا يقول بندقت العقول، قالوا له كيف تبندق العقول؟ قال تعرفون بندقت السيارات؟ قالوا نعرفه، نعرف بندقت السيارات، وهي أن سيارة تكون تعبانة ما بقى فيه من فائدة موتور كذا، فيأتون بموتور سيارة تاني ويضعونه له ويضبطونها بشكل أنه تسير سيارة ممتازة، فيقولون هذه السيارة أوبل وموتورها فولكسفاجن أو العكس، سموها سيارة بندقة يعني موتورها شيء تاني. فهؤلاء أيضا اللي عقولهم بندقة يعني شكلهم مثلنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قوم يتكلمون بلسانكم ويعيشون معكم لستم منهم ولا هم منكم، يعني هم كفار ما منكم ولا أنتم منهم، قلوبهم مع الكفر مع يهود أو مع أذناب اليهود أو سميناهم حمير اليهود، فهؤلاء ليسوا منا. فطاعتهم والانصياع لأوامرهم خروج عن منهج الله، نكون قد جعلناهم ندا لله في العبودية والطاعة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الطاعة لله وحده لا شريك له لا لغيره. أما الذين ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله تعالى فلن يغيروا من أنفسهم شيئا إلى أن يأتيهم ملك الموت فيموتوا على الكفر والعياذ بالله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.